ساعدنا هذه السنة بانطلاق البرنامجين العام والإسراء البحثي وما يتحقق فيه، اطلعت عليه الأسبوع الماضي وما أيضا بذلوه من الطلاب والطالبات، شيء يفتخر به الإنسان الحمد لله تعالى، ويفتخر به أي وطن يضم في جنباته مثل هذه الكوادر البشرية الصاعدة بإذن الله تعالى. انطلق أول برنامج موهبة إثرائي بحثي في مجالي العلوم الزراعية والأغذية هنا في جامعة الملك فيصل الرائدة في مجال الأمن الغذائي والاستدامة البيئية. يسعدنا أن نشكر أبناءنا وبناتنا على حرصهم في استثمار أوقاتهم لكسب مهارات تخدم المجتمع، ونتمنى لهم عاما حافلا بالإنجاز ومزيدا من التوفيق. منذ أن شاركنا في هذا البرنامج حدث تغييرا جذريا في نظرتنا إلى البحث العلمي، حيث تعلمنا من خلال هذا البرنامج أساسيات البحث العلمي وأخلاقياته والمهارات المعملية المتعلقة من خلال الممارسة الفعلية والتطبيقية لجميع الأقسام، وتحويلها من جانب نظري إلى واقع وملموس.